من غزة ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي محمد حجازي. أهلا بك سيد محمد. من جديد تفشل المفاوضات، مفاوضات المصالحة ما أهلا بين بكم فتح السادة وحماس، المشاهدين. فما هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك برأيك؟ يعني الأسباب الحقيقية جواب عليها 14 عام من المفاوضات بين الطرفين. يعني بالتأكيد يعني هناك أسباب يعني كثيرة غير سياسية. بالمناسبة الموضوع السياسي أعتقد أنه ليس له مكانة كبيرة بالخلاف بين فتح وحماس، خاصة أنه صار في اتفاقيات قبل، يعني ايام بفتره التنسيق الامني، فتره العلاقه مع اسرائيل، كان في اتفاقيات في القاهره وفي الشاطئ والى اخره من هذه الاتفاقيات ولم تنفذ. حماس لم تقبل في ذلك الوقت في عام 2014 تسليم الجبايه، تسليم القضاء، تسليم يعني بعض ملفات. بعتقد المساله لها علاقه برؤيه حركه حماس اولا للحكم كمفهوم ايديولوجي في حركه الاخوان المسلمين، والمفهوم الثاني يعني هو مرتبط بالجانب المالي، لأن قطاع غزة بوفر يعني ضرائب يعني قد يعني تصل إلى مستوى أن تستطيع حماس تدبر نفسها بالإضافة إلى الدعم القطري يعني في هذا السياق. هذا هو السبب الرئيسي. أما السبب السياسي مكانته تتراجع في هذه المرحلة بالنسبة لحماس، أما بالنسبة للقوى السياسية الأخرى لا، لديها خلاف سياسي واسع سواء مع السلطة أو مع حركة حماس، يعني بشكل يعني مختلف بين الفصائل، سواء الفصائل الديمقراطية أو حركة الجهاد الإسلامي. ولكن ما حدث اليوم، أنا بعتقد ما حدث اليوم خاصة النداء اللي وجهه يعني الأخ الحي في هذا السياق يؤشر أنه هناك فعلا خلاف جوهري مرتبط يعني بمستقبل قطاع غزة، مستقبل قطاع غزة الذي لم يبحث نهائيا في كل اتفاقيات المصالحة شو مستقبل قطاع غزة بالنسبة للفلسطينيين، هل هو جزء من السلطة الفلسطينية أم خارج السياق السلطة الفلسطينية، وبالتالي حماس تريد تعزيز حكمها في قطاع غزة. يعني أنا أعتقد أنه 14 سنة جاوبت على هذه الأسئلة، لم يعد الشارع الفلسطيني يراهن بشكل واضح إزاء هذه المسألة. هناك خلاف جوهري في بين الطرفين في بوفق مفهومين، حماس وفق مفهوم الإزاحة ويعني والاستحواذ، وحركة فتح ومفهوم التفرد. يعني لذلك هذين المفهومين لا يمكن التوافق بينهما في المرحلة القادمة بدون ضغط حقيقي أولا من القوى السياسية وثانيا من الشارع الفلسطيني. عندما تشعر أن حركة حماس أن حكمها مهدد في قطاع غزة من يعني من الشارع، من القوى السياسية الفلسطينية الضاغطة، تصل إلى مستوى من الضغط يعني يدفع حماس إلى الذهاب إلى المصالحة، عندما يعني تشعر حركة فتح بالمقابل أن يجب عليها أن تتنازل قليلا أيضا يعني في مسألة المصالحة، حتى تعطي رسائل قوية لحماس، بمعنى أن تمكن حماس فعلا من الشراكة السياسية في الحالة السياسية الفلسطينية والتي هي بعيدة عن المنال في هذه المرحلة والمرحلة القريبة يعني المتوسطة حتى القادمة. لا أمل لوحدة الحال الفلسطينية، لا أمل لوحدة يعني لوحدة مؤسساتنا السياسية الفلسطينية. هي مسألة ما هي خيارات حماس يعني سيد محمد؟ يعني كل الكوارث حلت. هل ستختار نعم. حماس البقاء في عزلتها في ظل تردي هذه الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الداخلية ككل هناك؟ لا، أكثر من ذلك، كل الكوارث التي حدثت للحالة الفلسطينية من صفقة القرن، من ضم الأراضي، من ضياع القدس، من الحصار المالي، هذا لم يدفع الفلسطينيين إلى التوحد. ماذا تريد أكثر يعني من ذلك؟ حماس هي تحاول الخروج من عزلتها من خلال يعني مؤتمر اليوم كان رسالة للرئيس يعني أبو مازن، وأيضا يعني هي لديها علاقات مع تركيا ومع مع يعني مع قطر، يعني التحالفات ذو وجهة يعني أيديولوجية بهذا المفهوم. لذلك أنا أعتقد الأمور ستبقى، الذي يعاني هو الشارع الفلسطيني خاصة الغزي. معدلات البطالة عالية جدا، هناك 260 ألف خريج جامعة ومعهد متوسط ودكتوراه وماجستير عاطلين على العمل في قطاع غزة، هذا الرقم غير مسبوق لشعب عدد سكانه 2 مليون، نسبة البطالة تتجاوز 50%، وبالتالي الأمور يعني غاية في التعقيد في قطاع غزة، خاصة بعد توقف على العجلة الاقتصادية بفعل يعني مرض بفعل فيروس كورونا، وبالتالي الأمور باتت غير محتملة بالنسبة للشارع. الشارع يريد فعلا إنهاء هذا الانقسام،
حتى يكون قطاع غزة جزءا كاملا من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية. بدون ذلك لا يمكن إحداث تنمية حقيقية في قطاع غزة، لأنه $100 اللي بتجيبها قطر ما بتحل، يعني بعض المعونات ما بتحل. اللي بحل هو أن تحدث تنمية حقيقية، تنمية اقتصادية سياسية اجتماعية في قطاع غزة، حتى يشعر المواطن أنه جزء من الكل الوطني، وأن يكون جزءا أيضا كما أسلفت من الموازنة العامة للسلطة، حتى تصرف السلطة على قطاع غزة بالنسبة والتناسب. شكرا جزيلا لك من غزة محمد حجازي الكاتب والمحلل السياسي.